السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد اليوم برعاية البوس. بدون مقدمات طويلة، إشراقة الشمس الجميلة هذه لابد أن نغطيها على السريع. موضوع الجراج وموضوع السور صباح الورد، البارل، شغلات البسيطة هذه بإذن الله إذا لقيت في فرصة وما طولت مع البوس راح أرجع وأرويكم، لأن صراحة رصة السمنت هذه كلها اللي تشوفونها عيال ما وصلت المطلبات. رحت للفاكتوري اللي هو موجود هنا، وعلى فكرة البوس موجود في هذه المنطقة، وشكرا للشباب اللي وصفوا لي في الكومنت، وشكرا لكل الكومنتات اللي وصلتني، من ضمنها ان البيت اللي فيه اللوكبك كان من المفترض اني افتحه 3 مرات عشان يفتح معي. المهم في سواليف كثير صراحة ودي اسويها، لكن البوس قلق، ودي افتك من هذا الموضوع. معي هذه الشنط فاضية مثل ما تشوفون، لان اكيد بيكون في تلويت وشغلات كثير. هنا شوية اسلحة معي، تعال انا ايش فيني مستعجل، فيه مولوتوف، في مولوتوف مجهزة. اهم نصيحة صراحة وصلتني بما يخص البوس اني اخذ مولوتوف، لاني راح احتاج، تعرفون شو اسمه هذيك النبضات، لازم ان احرقها عشان تنفتح لي او ينفتح لي الطريق. ما في شيء جديد صراحة غير اني رايح جاي اجمع هذا السمنت، وجبت اغراض الزراعة، وبعدها نترك اللعبة لين ما تنزل كاملة. الشغلة الوحيدة قبل أن ننطلق أني أسوي الملتوف، قلتوا لي أنتوا 6 أو 8 ما خاب ظني، فبحاول أسوي اللي أقدر عليه. إذا انحشرت في الموضوع، أنا والله ما دخلت منطقة البوس بس شفت الطريق واضح، راح أرويكم إياه الحين، توكلنا على الله. طبعا الحلو في الموضوع يا شباب أن المكان وراء الأولد فاكتوري ممكن ما يبين مع الأشجار، ولكن هذا هو المكان المنشود، مكان البوس الغثيث. للأمانة ما سويت، أنا أدري أني في نهاية الحلقة الأخيرة قلت لكم راح أصنع رصاص زيادة، لكن يا أخي قلت راح يكفيني، وصح نسيت ما أرويكم هذا الشتقن الجديد اللي راح ألعب فيه اليوم. يأخذ 7 طلقات مثل ما تشوفون تحت على اليمين، فوالله ما رميت حتى فيه، ما ودي حتى أخسر طلقة، لكن صوته رهيب. النيدات مع نيدات يا شباب، ما راح استخدم القنابل، بس بحاول ادعبه بالشتقن واجرب قوه الشتقن هذه. اتوقع في براميل زي البوس الاخير برضه ما راح استخدمها. الاكسبلوسيف قلتوا لي لا تستخدمه لانه مره قوي، فعندي خيارات كثير. نشوف ايش يصير معنا بالشتقن ونقول بسم الله توكلنا على الله. اللحظه المنتظره اعزائي المشاهدين، المفروض اني اجيب صندوق معي، بس والله اول مره ادخل المكان، ف ما ادري ايش الوضع، هل في لوت ما في لوت، هل في زومبي. ايون اخر بيت كرافت كونتين ايتم ريكواير. مات ولا ما مات هذا البوس يا شباب؟ يا ولد لا يقتلني الحشرة هذا، وين راسك انت؟ طالع مر. طيب نكمل مسيرتنا. عجبتني الركضة الصراحة بالشتقن. في اي شيء هنا؟ ما في حشرة ثانية. اوه نفق طويل هنا. طيب هناك ايش باقي؟ خلاص اوه الحشرات 2 هنا فيه شيت. ها بس دقيقة، ايش الطريق اللي تحت؟ خلينا نشوف يا عيال، ولا يكون مكان البوس هنا. والهلث حقه يا رجال ايزي. وات مع فيستل. يخرب بيت جدك، هذا اللي تخوفوني منه. لازم اخذ كفر. داي اجل يا رجال ايزي، مسخن انا، يخلص الام عليك. كاني ما ارمي فيه انا، ولا هو حديدي. هذا لا عصب، يجيك طياره. السلام عليكم. خل والله انتبهت للرياكشن حقي وانا ادخل راسي في الشاشه. يخرب بيتك نزل راسك. طيب انا ليه انزل راسي معك؟ تكفى لا تقول لي مت، تكفى لا تقول لي مت.
اوه الفيز الثاني عيل. فيز الثانية. يمه جاء صداع يا عيال. ما ادري جالس يشرب شيء. بس هذا الرصاص اللي معك. يمه يا عيال ليه ما في هيلث؟ يخرب بيته سريع. على بالي بيجيبها من فوق راسي بعد. يا الربع سريع. تريبورت عنده اقسم بالله. يا ولد صدع براسي. اخر 10 طلقات. كيف هل في هل في فل يا رجال؟ ايزي. اخلص علينا انت. يا ولد ظلمت الدنيا ليه؟ كذا ما اتفقنا والله. لا 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 لا! هذه طقة واحدة تموت. يا ولد ظلمت الدنيا. ياهو. الحين لا توقف في النص، اختار زاوية. ظلمت الدنيا يا عيال والله ما اشوف. اخر ثلاث طلقات. اخر ثلاث طلقات. تكفى موت خلاص. تكفى. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. اخر طلقه يا عيال والله اخر طلقه. استغفر الله يمكن باقي طلقه. زيرو من زيرو. زيرو من زيرو يا عيال. اقسم بالله اني عرقت. هذا هو. بس ليه ما في بار الهيلث يا عيال؟ هل هو مرتبط بالرصاص اللي باقي معي وينتهي البوس ولا كيف النظام؟ يعني حاسبها انا. والله العظيم يا عيال اني ما شفت ولا فايت لهذا البوس، اقسم برب الكعبة. ولا اعرف وش قوته انا من وين دخلت يا اخوي. طيب ايش وضع الملتوف؟ لا لا شك ان هذا مو هو بالبوس، لا تستانس. قلتولي لازم عشان توصل منطقة البوس لازم ملتوف، وبعدين الحشرات هذا لا بحاول اجيبهم واحد واحد. اتوقع ما يسوون شيء، لازم احرق. الله يخرب بيتك يا اهبل. يا حشرة. ما معي طلقات كثير، وشلون اواجه في لو كان في بوس ثاني؟ اوه الاكين نسيت. شوفوا المخزن يا شباب، ركزوا، مخزن الدائري. الحلقة الأخيرة استعرضتكم الإضافات بس نسيت إضافة واحدة كانت معي. عطنا الملتوف. بسم الله لايت. بسم الله الرحمن الرحيم. وات؟ هذا ما يحترق. ايوه 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 هنا 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 الظاهر الطريق يا شباب. الو كذا نكبه. بسيف هنا ولا بسيف برا؟ لان ما عندي ملتوف كفايه ف نحاول نكون بالسيف سايد. لا وشلون بسوي تحديات؟ طيب اقسم برب الكعبه يا عيال فهاوه. ابغى استخدم الاكسبلوسيف وما ادري ايش واواجه البوس. يا عيال اعطوني تحدي. هذا الصنفر ثاني. اي احترق احترق. وات وصل هنا. معي اخر ثلاث. نوت اناف لايتر فلويد. يا ربي يا كريم. مع انها 100%. اوه يحتاج عبي الغاز. طيب يا شباب رجعت البيس ولوت. الحمد لله حصلت 4 من القراش الفاضية بحيث اني اقدر اسوي جرينيت زيادة. ناقصني البوز. ايهي البوز هذا راح ارويكم سالفته الحين. موضوع جدا بسيط. يجيب له حتى ماي مش نظيف عادي، ونستخدم هذا المصنع نحط فيه له من 10 لتر. 10 لتر مش نظيفة يتطلب 10. حطينا 10 نقول له قف. حط لنا الماي لانه هو اصلا بيفور الماي او بينقيه.
فهمت علي؟ فما يحتاج اني اجيب ماي نظيف هناك واحطه هنا، لان نفس البروسيس بيصير. واثنين سكر، السكر عندنا كثير هنا اثنين. شوف الملح والفلود هذا اللي احتاجه قبل شوي للولاعة، خلاص ما راح اخذ كبريت، عندي كبريت كثير، ولكن حركة حلوة صراحة انك تعبي الولاعة. اتوقع خلاص هذه المتطلبات اللي احتاجها، جيف او دستل. اي خلاص شوف ولع النار، اوف يوم كامل يطلب عشان يعطيني البوز هذا. طيب مو مشكلة، دام السالفة كذا خلنا بنخلص كم من شغلة. في كشاف انا قلت بيفيدني في الليل، لكن يا شباب بنيته، شوف اسوي تيرن اون تيرن اوف، ما يشتغل، يطلب ايش؟ يطلب جنريتر. وين الجنريتر؟ هذا هو. شوف كاتب لك لازم على بعد 30 متر يغطي الشغلات او يغذي الشغلات 30 متر، واذا الكهرباء مش كافية لازم انك تحط جنريتر ثاني. فدام السالفة فيها مسافة راح اسنتره في النص، ان شاء الله انه يشغلنا كشاف واي شيء متطلب للكهرباء حواليني. عاد جنريتر جنب برميل النار، خلي الدنيا تتولع فيه ونفتك منه. ايش يتطلب؟ يتطلب بنزين. شوف يقولك ديفايس ان رينج، حلو حلو جميل جدا والله، 75 واط تقريبا. هبة امطار الخير تغسلني من دماء. في طلبات جتني يبون يشوفون الغزلان اللي فوق المباني، صراحة انا عندها علامة صفرة فلازم نكلمها. بسم الله. الو، ما ادري ايش عندها. هاو ماني دو يو نيد كومبس؟ بتعطيني كومبس؟ تحتاج اثنين ابل، ما عندي تفاح والله. اللي عنده تفاح يا شباب يسلفنا بالله. جيت لمحطة البنزين هنا على امل ان نحصل في المواترة هذه شيء. ايوه لتر ونص، شيل يا مدير. انا خايف انه لازم اعبي 15، اذا لازم اعبي 15 في الجنريتر هذه كارثة الصراحة. الموتر هذا يمديني اجيب اغراضه واعبيه، اصلحه. بس فيه موتر اجمل راح ارويكم اياها ان شاء الله في هذا الحلقة. انا جمعت كم الحين؟ جمعت 13.9. في موتر هنا في البيس، ان شاء الله اني بحصل. هذا هو الموتر يا شباب اللي اريده. مدري ليه شكله صراحة ما اذكره انه كان كذا، بس من داخل عجبني والله. المواتر الكلاسيكية زي كذا انا تجيب راسي كذا. اتوقع وصلت 15 تكفى، 14.9، 15. يا سلام خلاص جبنا 15، سبحان الله. حج وحاجة رويتكم الموتر اللي اريده. البيس هذا هجمت عليها اكثر مرة بس للأسف يعني حتى الرصاص اللي يعطونك اياه ما يسوى. والله يا عيال السواقة في الليل لها متعة، ما ادري في الليل وفي النهار، بس المهم انه شوارع كذا جميلة. شعور السرفايفل في اللعبة تصدقون، هذا الجراج اللي بانيه يصير يدلني في الليل، اصير ما اشوف شيء حرفيا، بس اشوف شوية خضار من بعيد. لو الجراج مخلص تدخل البيس كذا وتصير تبركن. والله ودي انام يا شباب، بس لازم ان نستعرض هذه الشغلة، سامحوني على الظلام شوي بالليل. فخلنا نسوي اد فيول وترن اون. اسمع الصوت، اسمع الحنة. خلاص اشتغل، اي والله اشتغل. بس هذا والله مضوي مضوي الدنيا. شوف خلنا نسوي مقارنة، عميتنا يا ولد. ترن اوف، اوه يمديني اعليه. اوكي والله جميل، شوف الفرق، لا فرق كبير والله. في شغلة يا شباب اتمنى اني اعرفها من زمان، تضغط شيفت وكليك ياخذ شغلات او يرجعها للصندوق. يعني تخيل السرعة في التلويث كيف بتكون. والله في شغلات تستكشفها في اخر السلسلة تغبنك. الجراج وش يتطلب؟ الباب الكبير هذا صراحة ودي اخلصه. برضه موضوع بسيط، 20 اسود و10 احمر. نشوف، ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف يفتح. اوه ماي جاد الساوند افكت، والله لو اضبط السور جنبه انه يطلع شيء خرافي. ثاني يفتح، لا لا لازم ارويكم اياه في الصباح، خلنا ننام. واسعد الله صباحكم اعزائي المشاهدين. نشوف الجراج الحين، اسمع الصوت جميل. طيب الموتر وشلون اطلع به؟ ما اتوقع يمدي يفتح طرفين بعد. الا يمدي 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 يا رجل بالراحة، والله موزونة. طيب الجراج هذا الكبير يتطلب 60 طابوق و30 كونكريت، خلنا نشوف كم جمعت. طيب يا شباب جمعت 51 طابوقة و36 كونكريت، يعني بس باقي لي موضوع الطابوق 9 حبات. لا لا باذن الله بنخلصها الحلقة هذه. اوكي اخيرا خلص، والله ياخذ وقت جدا طويل صراحة. نجرب البوابة بس،
الله يكبر عليك. خلني بروح الفاكتوري بجمع طابوق، نعطيكم شوطة يا شباب، وش رايكم؟ هلا والله هذا اللي قالك نهاية السلسلة يا ولد، وانا ايش جابني؟ والله اني ضيعت يا عيال، لا اله الا الله. شوط اجله والله كان تشوط في الجو، عطهم شوط ثاني يا رجال. طيب يا شباب، لوت بعض الاماكن، هذه الشغلات اللي جبتها يعني تقريبا الاغراض واضح اني ها اقدر اجيب لي حول 10 مولوتوف عشان اتاكد وانهي قضية ان القلب هذا ممكن تحرقه. هذا طبعا طابوق 10 و4 سمنت اللي هو ناقصني الجراج برضه حصلته، يعني راح ننهي كل شيء باذن الله في هذا الحلقة. وصبحكم الله بالخير يا شباب، هذا اجمل جو عندي البرتغالي هذا، حتى في الحقيقة قريب المغرب كذا الجو يوه. المهم مثل ما شفتوا يا عيال، يا سلام والله الجراج اسطوري، جلست ابنيه طول الليل. وشوف يا عزيزي المشاهد الميكانيكي اللي ساعدناه، اللي كله شخوط وتعذيب شو اسمه، الحين بيضبطنا بموضوع الموتر، هذا الشيء اللي ودي اغطيه. شوف صدام البمبر، هذا التورت، ركز هنا عزيزي المشاهد، تخيل هذا يركب في الموتر. يوه الاضافات، والله ان الجراج شيء اسطوري اسطوري اسطوري. الحين يا عيال لازم نيش نوقف الموتر هنا. طبعا مسألة التعديل هذه تتطلب اول شيء انه يكون معك موتر ثاني حتى انه ما تعطل نفسك بالموضوع هذا. بس السؤال الذي يطرح نفسه، انا يوم اروح هناك من اللي بيسوق الموتر الثاني؟ لازم ندق كعابل هناك، عرفت؟ ففي حل بديل اني اروح المحطة هنا قريب من البيس واخذ الموتر الثاني. من باب التنويع خلنا ناخذ الموتر الثاني، والمشكلة الاستورج فيها قل، ياريت فيه زي الموتر اللي عجبني من داخل هنا، هذا لا باس. ايش رايكم؟ اركولي الموتر الجديد، الصندوق هذا خلاص ما يمديني اخذه. شوف هذا عيب الموتر، هلا بي والله شكله اجمل، الرنج الظاهر ما ادري، احس مرفوع بزيادة. الحين دخله، الله 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 الله، تعطيني النظرات هذه. والله ما أقول له كل خير يا شباب، سويت الصدام بس خذ الموارد كلها المطلوبة وصفر لي. الحين كان بسوي واحد من جديد، بس لا هو اللي يركب في الموتر ولا أني لقيته. والله بديت أشك يا عيال، يمكن ما يركب على الأحمر، معليش ندخل الرنج ولا وقفته كانت غلط، جتني شكوك كثير صراحة. اي والله، وانا بغيت ابدلك، طلع البمبر يركب عليه، شوف كيف الشكل، انستول بياخذ 10 ساعات. والله يا شباب في اللحظة الاخيرة اقسم بالله استوعبت، بس ليه بعض المواتر يركب بعضها لا. بالنسبة للكومنت اللي جاني قال لي هذا الباب ينفتح 3 مرات بالكروبار، هذه اول مرة، وهذه ثاني مرة، وهذه الثالثة ما يفتح، وهذه الرابعة للتأكيد، وهذا الخامسة. الأبواب هذه معلقة يا عيال. هذا هو صدام يا شباب، خلص. والله تمنيت أنه يركب على الموتر اللي طول السلسلة. حياكم الله يا شباب، شكرا لكل من دعمني في هذه السلسلة، والله تعبت يا شباب صراحة، يعني حرام ما استعرض هذا الشيء. بإذن الله أن الدنيا ضابطة، أي الحمد لله الحمد لله. يا سلام، طيب الرصاص، الله أكبر الله أكبر يا عيال، بس ما في رصاص أنماونت، بس ليه ما كان يركب على الموتر الرهيب؟ طيب يا شباب، موضوع الرصاص لازمك تحمله في الموتر عشان يسوي ريلود للسلاح، عد صراحة هذه ما تخطر في بال أحد. 75 طلقة، واطربني يوه والله كذا كثير، لا تتمشى بالموتر بعدين
لا تشغل التطفي بعد يا الربع كذا كثير. وين الزومبي؟ وين المست يا رجل؟ وين المست؟ والله هذه الوداعية صحيحة، التعب ما راح الفاضي الحمد لله. ايش رايكم في الجدار هذا؟ هذا الجدار يمديك تسوي واحد ثاني نفسه ولكن يكون فيه سلم عشان ترقى فوق هنا اذا بتتصيد لهم. والله الوضع فله يا عيال. تذكرون في بيس على طريقنا يا شباب؟ بيس تافه رخيص. وينك يا راعي الشدقه؟ وينك؟ في واحد رابع، في واحد رابع، في واحد رابع زابن. حافظكم. ايوه هنا هنا يا قلبي، هنا يا قلبي. وينك من زمان يا اخي؟ ليتني اقدر ادخل البوس كذا بس. والله كان الوضع فله. يمدي السلام عليكم. الو الو، ما بيصحون الحين الا والله صحى. صباح الورد الحين. ايوه انفرش انفرش، شوف اكسرها هنا تحت. هذا واحد يا عيال وهذا اثنين. مشكلة يوم ارميه فوق ينزل تحت. لا لا اوكي ضبط ضبط، يمكن ورا بعض لازم. اي عشوة هذا اللي انا خايف منه، يمكن هذه ما تنحسب. خلص والله يا شباب، يعني حاولنا بكل ما نملك. ما اتوقع عيال هذا ولا له نبض، يعني ما في شيء يدل. وفي كاتسين بعد البوس، فاتوقع انا خلاص البوس انتهى. وللامانه البوس اللي قبله الاول هم اثنين، الاول اصعب منه وخرشني مليون مره. على العموم شكرا لكل من دعم، شكرا لكل من دعمني، والله هذا اللي دعمني. شكرا لكل من دعمني في هذه السلسلة، كتب لي كومنت، اعطاني لايك، وفي كل السلاسل يعني في كل مقاطع الشباب اللي جالسين يدعمون. الله يعطيكم الف الف عافية. والله هذه اللعبة استمتعت فيها كثير، لولا ان فيها جلتشات وما زالت بيتا. دعمني وفكني من الدنيا، عرفته؟ هذا هو. كان ودي ارمي في الجو بس بصير ارمي تحت الارض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.